احتشدت مجموعة من المواطنين بينهم شباب عاطلون عن العمل في مدينة حويزة أمام مقر المحافظة للاحتجاج على بطالة الشباب والأوضاع اللا إنسانية التي يعاني منها الشعب الإيراني. وتواجه مدينة حويزة بالإضافة إلى مشكلة البطالة والفقر كغيرها من المدن الإيرانية في الأحواز مشكلة فقدان المياه الصالحة للشرب. كما احتشد عشرات المواطنين للمطالبة بمحاسبة المسؤولين في النظام الإيراني عن كارثة تلوث المياه والتي تسببت بإصابة العشرات من المواطنين الإيرانيين بأمراض خطيرة نتيجة لتلوث الجرثومي لشبكة المياه.